أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. عايز اتكلم النهارده بشكل عام عن التمارين في الجيم. الناس بتسال امتى العب حر وامتى العب اجهزه. في حاجه اسمها الاول بس ارجع للاولد سكول النيو سكول. ليه انا بلعب التمارين المركبه اللي هي الاوزان الحره دي؟ بتدي ضخامه اكتر ما بتدي شكل العضله. يعني انا لما عاوز اضخم بلعب التمارين المركبه. يعني من اساسيات التمارين المركبه زي السكوات، تحمل عضله الرجل كلها، ما بتختارش زاويه. الاجهزه دايما بتعتمد على الزوايا. البار الفلات او البار المستوي بنج بياخد حجم كبير جدا من الصدر. تمارين زي القطنيه دي تمارين اسمها تمارين مركبه، بتاخد جزء كتير او بتشغل عضلات كتير معاها، بتاخد شكل كتير من العضله. في التمارين بقى المش مركبه او التمارين متخصص الزوايا دي بتعتمد على الاجهزه. الجهاز نفسه بيبتدي يعني يشتغل على زوايا اكتر. طب انا اتمرن دي امتى ودي امتى؟ فترات الضخامه انا بعتمد على التمارين المركبه والاوزان الثقيله. بوصل ل 12 عده و10 عدات و8 عدات و6 عدات كمان في اخر مجموعه. بعتمد على الاوزان الثقيله ووزن، بدي حجم اكتر من شكل عضله. وده برده راجع نظام الغذائي ان بيبقى الكربوهيدرات فيه عالي جدا او نسبه الكرب بتاعتي عاليه جدا، بتوصل بضرب وزني في 4 وفي 5. بحسب ساعتها النسبه بتاعتي كام حسب وزني وحسب انا عايز اوصل لايه. فالتمارين المركبه بتدي شكل ضخامه اكتر من شكل بيركز على جزء معين في العضله، لان كل عضله ليها زوايا كتير. امتى بلعب اجهزه؟ لو انا بقى ببتدي في مرحله الديفينيشن او مرحله التقسيم وعايز ابتدي ادي شكل للعضله مع الدايت والكارديو اكتر من ادي انا خدت الحجم بتاعي خلاص، ببتدي اعتمد على الاجهزه او الماشينز عامه. حتى لو شلت فيها اوزان ما بتديش حجم زي التمارين المركبه، هي بتدي مجرد ضخ دم وزاويه بترسم زي ما اقول انا رسمت لوحه وبنحتها في الاخر. رسمتها دي او رسمت تمثال وبنحته في الاخر. رسمتها دي بالاوزان المركبه والتمارين المركبه كلها اوزان الثقيله، باجي في الاخر الاجهزه دي بعتمد عليها هي اللي بترسم لي الزوايا او بتجيب لي شكل التمارين المركبه ما تقدرش تجيبه. هنا بقى انا قدرت اخدت بين الاثنين. يعني انا في مرحله الضخامه اعتمد على الاوزان الثقيله والتمارين المركبه او التمارين الحره اوزان الحره في كده كده بدخل اجهزه برضه، بس النسب في مرحله التقسيم او الديفينيشن او البروز العضلي بتبقى المرحله يعني قفل الدايت جامد وعايز انزل نسبه جامده من الدهون مع الكارديو والدايت، ان انا بعتمد على الاجهزه اكتر لان انا خدت الحجم بتاعي خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا في نظام التمرين، وهتكلم عن نظام التمارين الجديده بالتفصيل. شكرا. تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.